يعدل يوزع كرة جول كرة جول 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 جول. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. النهارده معايا تحميل لعبه اف تي اس 23 باخر انتقالات وباخر الاطقم. يا شباب اللعبه جميله جدا بشكل احترافي، هي الدوري المصري باخر الانتقالات والاطقم. زي ما شايف عندك هنا اف تي اس 2023، زي ما انت شايف اللعبه جديده لسه جديده بشكل احترافي. زي ما شايف عندك هنا دوري ابطال افريقيا في اللعبه زي ما انت شايف، وعندك الدوري المصري كمان بكل الانديه اللي فيه موجود معاك في اللعبه. شايف عندك هنا كل الانتقالات الجديده موجوده معاك في اللعبه، الاهلي والزمالك كل الانتقالات موجوده معاك. زي ما شايف كل الانتقالات عندك هنا، بيراميدز في كل الانتقالات والاوتكم، وكل عندك فاركو وعندك طلع الجيش وفيوتشر وكل فرق الدوري المصري. شايف عندك هنا كل فرق الدوري المصري موجودة معاك، ايسترن كومباني الشرقية الدخان زي ما احنا شايفين. اللعبة رائعة، لعبة جميلة بشكل احترافي وبشكل جميل جدا يا شباب. اللعبة رهيبة رهيبة رهيبة. شايف عندك هنا برشلونة وكل فرق الدوري الأوروبية، ومنتخب مصر موجود معنا برضو، منتخب مصر اهو. كل فرق العالم موجودة معاك يا شباب، فرق العالم كلها موجودة معاك. نجرب نلعب مباراة، مثلا نلعب مباراة مين ومين، نلعب مباراة نغير، نلعب مباراة مع الأفريقيا، نلعب مباراة مع مين، مع الترجي التونسي. نلعب مع الترجي التونسي مباراة يا شباب، نلعب. لا فكنا ترجيات فرقة تانية بتلبس أبيض في وداد مثلا، الوداد الشباب. نلعب مباراة مع الوداد ونلعب على طول المباراة زي ما احنا شايفين يا شباب. اللعبة فيها موسيقى التعليق العربي، يعني تحس ان اللعبة فيها تعليق عربي ساعات وانت تلعب ماتش، الموسيقى بتشتغل معاك. عندك هنا شباب الوداد والأهلي، الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا. هتقول لي انا عايز دلوقتي اغير اللوجو بتاع القناه، خلي بين سبورت وخلي الشكل شويه الدوري الدوري بتاع افريقيا وغير شكل الدوري المصري. هقول لك دلوقتي تغير اشكال القنوات ولوجو الدوريات ازاي. بتدوس عند الحته اللي فوق ديت اللي فيها القناه وتدوس عليها، بتدوس عليها شباب، وبعد كده بتجيب عندك هنا فين القنوات، القنوات عندك هنا قنوات قناة ان سبورت بتشغلها وتطفي قناة بينس ان سبورت، شغل بين سبورت. عندك هنا لوحة النتائج بتشغل لوحة النتائج بتاعت الدوري، ايه دوري ابطال افريقيا، اللي هي دوري ابطال افريقيا اهي، بتشغلها وتلعب يا معلم بقى، تلعب كورة بشكل احترافي بشكل جميل جدا. عندك هنا بص دوري ابطال افريقيا والازرار بشكل احترافي وبشكل جميل، ونلعب على طول دوري ابطال افريقيا. يلا خلي بالك خلي بالك خلي بالك عشان انا مش الشاب اللي في مش الفرقه اللي في خيالك يا وداد. نهائي دوري ابطال افريقيا الذي لعب في الدار البيضاء وخسر الاهلي كام 2-0 وفاز الوداد بالبطوله. ان شاء الله البطوله القادمه من نصيب الاهلي. على طول على طول نحاول نجيب هدف بقى، نحاول نجيب هدف. بالنسبه للناس اللي عايز تعرف شرح تحميل اللعبه تثبتها شباب، هسيب لكم لينك لفيديو بيشرح لك ازاي تثبت اي لعبه اف تي اس من عندي وتحملها وتثبتها من القناه. هتلاقي لينك الفيديو في الوصف على طول، لينك الفيديو هتلاقيه في الوصف يا شباب. لينك الفيديو بيشرح لك بالتفصيل ممل ازاي تحمل اي لعبه عندي وتثبتها، عشان الناس اللي تقول لي مش عارف احملها ومش عارف كذا وكذا، سيب لك فيديو بيشرح لك ازاي تحملها. فيها مسيك الطريق العربي يا شباب باللعبة على طول على طول، فيها الاهلي والزمالك وكل الفرق. طول بنجيب هدف رائع بعد الحارس بيطلعها. خلي بالنا خلي بالنا، هجمة للوداد هجمة للوداد وعدى وفات لكن ما جاتش في الجون يا وداد. اوعى 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 يشتت على طول اللعب. توصل ليه بنشويتش ولا مين ده اللي ديانج ياخدها؟ يديها لحمدي فتحي، حمدي فتحي يديها لمين؟ يديها
مهند محمود. يلا 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 بينا يلا بينا ويشوت. يلا يجيبها جون ولا ايه؟ والهدف هدف عالمي من فاول ليه محمد شريف. اوه جون 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 عالمي محمد شريف. بص رشقها له في الجون. الله هدف عالمي الصراحة، هدف عالمي هدف عالمي. بص 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 هدف عالمي ليه محمد شريف، شريف المخيف. هدف عالمي لشريف. حلوة حلوة المدافع، حلوة خد الكورة. خلي بالك خلي بالك، ما تجيش الشاب اللي في خيالك. ولا هدف يعني، هدف تاني هدف تاني هدف تالت هدف تالت للأهلي. بص اداله ثرو، لا ده عدى عدى وفات، ولا الحارس جاي رشطها على طول. نغير شاب الكاميرا، نقربها نقرب الكاميرا شوية، نقرب الكاميرا شوية كده، نقرب الكاميرا، قربناها خالص. ماشي ماشي قربنا الكاميرا خالص كده. كده انا مش شايف الملعب كله بس ماشي. انا كنت خلاص الحارس طلع وهجيب جون، بس كده مش شايف الملعب كله لما قربت الكاميرا. بس ماشي يا ولد، تلعب على جولة اول فاول. بقول لك ايه، انت بتعمل كده ليه؟ يقف هنا وده يقف هنا وخلاص. الحكم بيقول كده، نترجم للحكم بقى. حلوة حلوة رد الفعل دي، حلو حلو. عايزين نيجي هدف حلو، عايزين هدف حلو. ما يجيش هدف حلو بس ما يجيش. زي ما قلت لك، رابط تحميل الشرح بتاع رابط اللعبة اسفل الفيديو، وشرح تحميل اي لعبة وتثبتها هتلاقيه في الوصف الفيديو. تسديد ولا هدف ويصد الحارس، حارس عالمي، حارس الوداد عالمي. يا ولد حارس تاني بيصدها. شايفين العادة والعادة فادة. بص اديها لي، بص في الزاوية 90 رايحة في الزاوية 90 يا باشا. تاني مرة برضو بيطلعها. انا عايز العب من نفس اللعبة دي كل مرة. طب ده لمين؟ ودي هجرب اعمل حاجة، هجرب اعمل حاجة، نجرب نعمل حاجة. يا نهار أبيض لو جت يا جدعان، كانت رايحة تصدق. لا بس ما يصدها الحارس لو عالفرص رشينا. يعدي ويفوت كده مش هينفع الشغلة ولا هدف. سرو غبي بس ماشي، عديها يلا يلا يلا. اجري اجري سريع 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 سريع. وفي الزاوية اللي واقف فيها الحارس بيشوط، قلنا نقف هنا ونديها كده. الفكرة حلوة بس مش شغالة. يلا بقى هدف الوداع، هدف الوداع. اوه هدف النهاية الفيديو شباب. كده شباب يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو اي مشكلة واجهتك قول لي في التعليقات واحلها لك. وعندك الانستجرام في الوصف، ابعت لي انا واحل لك المشكلة. وهات لي وصف في الوصف فيديو بيشرح لك ازاي تحمل اللعبة وتثبتها وتنزلها.
والرابط في الفيديو، رابط اللعبة في الوصف، في الفيديو في الوصف. والسلام.